أنا إسراء من بايو تيم. أنا public relations and marketing coordinator وتيم بي supervisors. أول حاجة أتكلم عنها هي البلان اللي إحنا أول حاجة حطيناها. البلان الأول اللي هتكلم عن volunteers أصلا أو تيم بي volunteers. إحنا متقسمين أول حاجة في يعني في ناس معانا coordinator وفي ناس host وفي اللي هم representative. البلان كانت ازاي؟ كان عبارة عن تايم تيبل 120 يوم وكنا بنتابع كل اسبوع. بعد كده الاهداف بتاعتنا كان ان احنا ننشر الوعي عن المؤتمر في كل الكليات وكل الجامعات المختلفة. من الاهداف برضو اللي كانت موجودة ده بالنسبة كريبريزنتيف. طب لو كوردينيتور كانت أهداف بتاعتنا إن إحنا نجيب أفضل البروسيس الأسعار وكمان الكواليتي الكويسة بتاعت مثلاً شركات الميديا والنورمال برينتينج وكده. الرؤية التنفيذية بتاعتنا يعني اللي كنا بنعمله أصلاً كان مفروض إن في توكس للمتطوعين وما يعملوها فري توكس كل أسبوع وكمان او كامبين وكمان عندنا كان في الاي ماركتنج تاسكس. بالنسبه للكوردينيتور كان المفروض ان هو يشوف اماكن مختلفه عشان يبدا ينزل ليها ونعمل دينز معاهم وكده. التشالنج اللي واجهني ان في الاول كان في صعوبه ان في التواصل مع المتطوعين, بس الموضوع ده اصلا يعني كان سبب يعني ان كانت الاستجابه بطيئه لحد ما, بس بعدين شويه يعني ابتدى الموضوع يكون افضل والاستجابه تكون احسن. الاتشيفمنتس اللي احنا عملناها ان اتسجل ل 500 فرد خلال الممثلين, وده لحد كان شهر اكتوبر. من الحاجات الثانيه هي ان احنا مثلا فيلر بقى مثلا كان احنا لحد دلوقتي ما قدرناش مثلا ننزل للشركات اللي هي بتاعت الميديا وكده. دي الستاتستيكال نمبرز بتاعت الاحصائيات يعني اللي موجوده كانت يعني بتعلى وبتقل. الجراف يعني كانت بدأ الاول قليله وبعدين كانت بتعلى وبتنزل وهكذا, بس طبعا في الاخر وصلنا ان الريت قل قوي, ودي حاجه طبعا يعني مش كويسه ان احنا وصلنا لحاجه كويسه بس مش مكملين عليه. فيتشر بوينت مثلا اللي انا عايزه اعمله انه او اللي انا بفكر فيه ان دلوقتي مش حابه ان احنا نفضل في نفس الجامعات كل شويه, واحنا اصلا هدفنا في الاخر ان يبقى في توعيه. فالفكره ان احنا مثلا نروح لاماكن مثلا بعيده, يعني حتى مثلا جامعات في اسكندريه او اي حاجه, نروح أماكن بعيدة ومختلفة عشان يحصل وعي عن المؤتمر, يعني ده هدفنا في الآخر. من الحاجات التانية برضو اللي في البوست مثلا برضو انها يعني كلها كده ما فيهاش عفوية شوية فيها نسبة ملل يعني, فدي الفكرة. بس دي كوت أهم الكوت اللي بتعجبني مثلا ان انت مينفعش تحط افتراضات ولازم تعمل الأفضل في جهدك يعني, وبرضو ما تاخدش اي شيء شخصي لان انا يعني كنت بعمل كده بس الموضوع ده يعني سبب لي مشاكل وكده, يعني مفيش داعي. بس شكرا.